يراك أن أنت كنت سجين في العلاقة معاه لفترة طويلة، كأنما الموضوع كان خارج عن إرادتكم. أسباب الانفصال احتمال أنها خرجت عن يدك وأيضا يد الشريك بسبب تدخل أطراف خارجية، وأيضا بسبب في نوع من الإرادة الإلهية هي اللي أخذت التحكم بمسار العلاقة. فكأنما أنت ظليت معاه حبيس لفترة طويلة في هاي البرج، في هاي الوضع. أوكي، الوضع أشوفه كان جدا سيء قبل فترة الانفصال أو قبل الانفصال نفسه، ولكن هني شريكك يراك أن أول شيء أنت اللي خسرت الأكثر، أنت استثمرت أكثر في العلاقة. هو هني يحس بالندم، يحس بتأنيب الضمير، ولكن هو يشوفك أن أنت في سبع الخماسيات اللي استثمرت الأكثر في العلاقة، وضعت الجهد، الطاقة، علقت الآمال، ولكن في النهاية صادك الخذلان والإحباط بسبب المجرى اللي صار. أشوف هني كأنما طلاق خارج عن الإرادة، ممكن يعني سبب كبير هو اللي أدى فيكم إلى الانفصال، ظروف خارجة عن إرادتكم، أمور مثل الانتقال، الأسرة، تدخل الأهل، هاي النوع من الطاقة محيطة فيكم. ولكن لحد الآن في مشاعر معلقة بينك وبين الشريك، في آمال لم تنتهي، وأيضا في حب لا زال عايش حتى بعد حدوث الانفصال نفسه. هو يراك أن أنت تحررت من العلاقة، هو يراك كأنما تعلمت الدرس، تعلمت الدرس وأصبحت غير أن أنت حر، أصبحت تستطيع المضي قدما بدونه، بدون أن يأتيك ودائما كأنما يحس أنه هو هني يسبب لك الإحباط أو الخذلان. ولكن في طاقة الغصن الأول أن أنت بدأت التحكم في مسار حياتك، احتمال لأن في السابق كان صعب أن تتحكم في مسار حياتك أو العلاقة لأنك أنت موجود معه، ولكن حاليا يراك أن أنت أصبحت حر، أكثر قوة، أكثر إرادة، كأنما وصلت إلى أوج قوتك في هاي الفترة. أيضا احتمال أن أخبار يسمعها عنك أن أنت مو فقط تمضي قدما، ولكن صرت أخذت الدرس والعبرة من هاي الخسارة والانفصال، وصرت كأنما هاي بالنسبة لي عصا الساحر، أن أنت تحول كل موقف في خذلان أو في خسارة إلى في حياتك إلى درس، إلى حكمة، إلى شيء إيجابي. أوكي، اللي بعده، ما هي خطوتك القادمة؟ خطوتك القادمة. 9 سيوف، هذا الشخص يخاف انك تنساه. الكوب الاول راح يحاول انه يعرض عليك نوع من المصالحة. اوكي، راح يحاول انه يعوضك، بالاحرى يعوضك، لان انت هني اشوفك خذلك من السابق. احتمال ان هذا الشخص ضد الاهل او في مواجهة مع اشخاص معينين، اشخاص افتروا عليك، اتهموك زورا، لم يقف الى جانبك في السابق، فكأنما هني حاول يعوضك في الفترة القادمة. اول شيء عزيزي برج العذراء، انت لازم تدرك ان شريكك اللي انت منفصل عنه كان يدري على مستوى ما، عنده احساس، عنده علم ان انت اتهمت باطلا، يعرف ايضا ان انت مستحيل تقوم بهاي الامور، هو يعرف معدنك، عند ملك الارض يعرف معدنك، يعرف طيبتك، يعرف ويتذكر انت شلون وقفت معاه وضحيت عشانه. ولكن لازم اللي تدركه ان هذا الشخص بالنسبة له كان اسهل ان يخلي العلاقة تنتهي او الزواج ينتهي، عشان ما هو يواجه الاشخاص اللي اتهموك، كان يدري ايضا ان اتهامهم زور، وكأنما خطوته القادمة يحاول ان يعرض عليك الصلح. ولكن هني اشوف الصلح مو حل ومو إجابة على الوضع اللي كنتوا فيه سابقا، الصلح أو الرجوع إليك ليس هو المغزى، المغزى ماذا لو تكرر السيناريو اللي في الماضي مرة أخرى عندنا في الحاضر، ماذا لو هذا الشخص أيضا ردوا اتهموك، ردوا تبلوا عليك، ردوا أهله مثلا أو أصدقائه أو محيطة اتهموك زورا مرة أخرى. كأنما أنت هني أشوفك قاعد تمضي قدما وأفضل حالا بدونه. الشخص اللي موجه له هذه الرسالة هو شخص اتهم زورا عندما كان في علاقة، احتمال انه يكون برج ناري، عندما كنت في علاقة معه اتهمت زورا،
ولكن كأنما الذكريات السيئة كلها راح ترجع لك، لأنه هو يأتيك وسيأتيك يعرض الصلح، يعرض عنده عرض زواج، ارتباط، رجوع المياه إلى مجاريها عنده، ولكن هو هني أشوفه مو حل للمشكلة الأساسية اللي وقعت بينكم قبل فترة وسببت الانفصال. أوكي، خلنا نشوف ما الذي يخفيه الشريك أو الحبيب. قلت لك هني عنده طاقة الإخفاء، كأنما هو يدري أن أنت ما ممكن تسوي الأشياء اللي تهموك فيها. ما الذي يخفيه؟ أوكي، الكوبين، لأن كانت عنده خيارات أخرى أو عشم. في أشخاص عشموا بخيارات أخرى، ولكن اكتشف هني أن ليس كل ما يلمع ذهبا. شفت الإحباط اللي صادك؟ كأنما رجعت له الحوبة. الله سبحانه وتعالى أخذ حقك من هذا الشخص وأخذها بالطريقة المؤلمة، ولكن هو ما يظهر لك هذا الشيء. إنزين؟ وأيضا هذا الشخص لا يرغب بأن يبقى عازبا أكثر من ذلك. وضعك معه هو وضع أنا أفضل حالا مع برج العذراء، لأن برج العذراء يقدم لي خيارات أفضل، امتيازات أفضل في الزواج أو في العلاقة من لو أنا كنت انفصلت عنه وذهبت إلى شخص ثاني. في خيارات، نعم، شخص ثاني كأنما نفس الأشخاص اللي اتهموك زورا هني أو نفس الأشخاص اللي بعدوا عنك، وهم قاعدين يرشحون لشخص ثاني، ولكن في أثناء فترة انفصالكم اللي قاعد يخبي عنك أنه هو جرب يدخل مع هاي الشخص في زواج، في ارتباط، في علاقة، ولكن خسر، وخسر الكثير. وجد نفسه في نهاية المطاف وحيدا، ما حصل عليك، خسر الاستقرار أو الحب اللي كان بينكم، وأيضا لم يحصل على الاستقرار أو الرضا، الرضا، الإشباع، طاقة الإشباع عنده مفقودة لما ذهب مع الشخص الثاني. فكأنما هو هني ينظر إليك أنت، أصبحت أفضل حالا بدونه، أصبحت معتمد على نفسك، أصبحت تنجز الأمور من أجل نفسك، يريد أن يرجع إلى أعتابك. ولكن السؤال، هل هو قاعد يرجع من أجل الأسباب الصحيحة؟ لأن أشوفه هني ما بين البرج وسبعة السيوف طاقة المدارة أو التخبية، وما بين ثلاثة الأغصان، هذا شخص أبدا مو مستعد أن يواجه أخطاءه والمواقف. في مواقف شديدة شريكك يتطلب منه أن يكون واقف بوضوح أو يتخذ منها موقف، هذا الشخص أبدا ما راح يتخذ موقف. حتى لو رجعت له، حتى لو كان في حب جديد، عرض جديد، دائما سيكون هناك، ستكون أنت اللي يضعك في موقف تضطر أن تدافع فيه عن نفسك، تضطر فيه أن تبعد الاتهامات والافتراءات عن نفسك، كأنما أنتم مع بعض في الحب أو في العلاقة، ولكن مع أو ضد الأشخاص الآخرين في المحيط، أنت لوحدك، أنت في شراكتك لوحدك راح تكون معه. ما راح تبنون، هي مو عملية هني بناء مع بعض، هي عملية أنا قاعد ألقي المسؤولية والثقل على برج العذراء. إذا في أحد اتهمه، إذا صار في موقف حازم، أخلي برج العذراء هو اللي يتصرف. ما هذا الشخص ما عنده طاقة أنه راح يقف معك أو راح يواجه الأشخاص ضدك أو راح يصلح، وإن كان هو ترى يعرف غلطه، يعرف الامتيازات اللي انت تجلبها لحياته، يعرف ترى عنده طاقة المعرفة. والرجل المعلق هنا علق الأمور من أجل أن يكتشف، ولكن أبدا مو مستعد أن يغير من موقفه أو يغير حتى من طريقة تعامله مع الأشخاص اللي يدخلون حياتكم، يحاولون أن يبثون شرارة الفتنة. هذا النوع من الطاقة دائما راح تكون أنت يا برج العذراء لوحدك في مواجهة هؤلاء الأشخاص. هذه كانت قراءة المنفصل. اللي بعد راح نشوف قراءة العزاب. أول سؤال، من القادم إلى طريقك أو في طريقك؟ ما هي مواصفاته وأطباعه؟ من القادم في طريقك؟ تكررت الكرتات، احتمال اني ما خلطتهم بشكل جيد، خلي نعيد الكرة. اوكي، من القادم في طريقك؟ فارس الاكواب، سبعة الاكواب، ملك الارض، كرة
كرة العالم والسيف الأول. القادم في طريقك يا برج العذراء، احتمال أن شخص توه من فترة بسيطة حصل على شهادته أو حصل على وظيفة، أنهى تعليمه في الخارج، أنهى مثلا عقد للعمل في شركة، توه أنهى مرحلة معينة بنجاح في حياته. أوكي؟ واحتمال أنه أيضا راجع من سفر، أو راجع مثلا من محافظة إلى محافظة، من ولاية إلى ولاية، عنده هاي النوع من الطاقة، طاقة الانتقال، منتقل نحو بيئتك أنت يا برج العذراء. إنزين، وكان أمامه أو سيكون أمامه في المستقبل عدة خيارات، عدة أشخاص راح يراهم أو يجرب حتى أنه يبتدي معاهم في علاقة، ولكن أنت كأنما اللي أشوف هني مو هو يختارك كثر ما أنت تختاره، راح تجد في الجانب الرومانسي اللي أنت تفتقده، لأن الطبيعة الترابية تختلف عن الطبيعة المائية. احتمال جدا أنه يكون برج مائي، سرطان حوت، عقرب، أو برج هوائي، دلو، جوزاء، ميزان. أنا أشوف أنه أيضا عنده طاقة عدم الوضوح، التشتيت، سبعة الأكواب هي طاقة التشتيت. أمامي الكثير من الخيارات، مثلا أنا رجعت إلى دولتي ولكن عندي الكثير من الخيارات، ما أعرف أتقدم لخطبة من، التقيت بكذا إنسانة مش عارف أختار من. ولكن أشوف أن أنت يا برج العذراء راح تظهر قوتك الترابية، في قوة ترابية تقنع باقي الأبراج، يقنعونا بأسلوب جدا منطقي، بأسلوب يخلونا نقتنع أن في خيارهم أو في الحل اللي هم يرونه راح يكون فيه خلاص لنا. إنزين، واحتمال أيضا أنه إذا مو أنت، شخص أكبر منك سنا من أهلك، ممكن الوالد أو الوالدة، ممكن الجد، اللي أهما راح يسمعون بقصة هذا الشخص اللي راجع إلى منطقتكم، إلى ولايتكم، يسمعون أن أهما مثلا راجع للبحث عن ارتباط، أو أهله يبحثون له عن شخص وشريك مناسب، وراح أنت تكون من المرشحين. أوكي؟ ولكن في تدخل هني كأنما أو وساطة نوع من الأهل أو نوع من الخطابة، نوع من الترشيح موجود عندنا، وهو طاقته غير واضحة، لأن هني هو يرغب في الارتباط نعم، ولكن كأنما قبل ما يلتقيك هو مر بالكثير من مقابلات من أجل الارتباط، فصار كأنما هني شوي مشتت. ترى هذا الشخص شوي مشتت، ممكن يكون أيضا برج الميزان، لأنه سهل أن يتشتت هذا الشخص. إنزين، متشتت ومو عارف من يختار من أجل الارتباط، وحس شوي أيضا إن الموضوع مفروض عليه. إنزين، كأنما هني عنده شوي طاقة إنه حاقد على الأشخاص اللي شو اسمه اللي كانوا يحاولون أن يشجعون على الارتباط. ولكن مواصفاته وأطباعه، هو شخص ناجح، أشوفه احتمال كبير جامعي، توه في بداية مرحلته، أو توه في بداية المنصب، توه في بداية الوظيفة، ولكن عنده مستقبل باهر أمامه ينتظره. أهله جدا، احتمال يكون وحيد أهله، أو عنده مثلا الكثير من الأخوات، فهو هني أشوفه كأنما الشخص المدلل، أو العكس، ممكن تكون إذا هي أنثى هي وحيدة أهلها وعندها الكثير من الأخوان. أوكي، اعكس الرسالة بحسب جنسك وبحسب الجهة اللي أنت نتكلم عنها فيك. ولكن هو هني يحظى على الكثير من الاهتمام والمراعاة من قبل أهله، مدلل، هذا الشخص جدا مدلل عند أهله، وأهله أشوفهم من الطبقة إما المرتاحة، على أقل تقدير طبقة مرتاحة أو طبقة أرستقراطية، ولكنهم مش يعني متسلطين، لا، ناس عاديين من مجتمعكم، من محيطكم. أوكي، هذا الشخص بسبب أهله دفعهم له، وأيضا بسبب التدخلات من أشخاص، أحس أنه شوي متشدد. مواصفاته الشكلية، يميل إلى الطول شوية، يميل إلى البياض أو الحنطية، يعني ما يميل إلى السمار. أوكي، شعره ممكن يكون شوية كيرلي أو مموج، شعره أسود. هذه هي المواصفات اللي طلعت، هذه هي المواصفات اللي طلعت عندي. اللي بعده، خلنا نشوف كيف تتعامل معه لما يدخل حياتك. هذا هو السؤال المهم. المواصفات الشكلية احتمال أن دائما تكون في تغيير، أو ما تكون كلها لنفس الشخص بنفس الطريقة.
تتعامل معه. الكوب الأول أكبر الأكواب. الأميرة العازبة 9 الخماسيات، 10 الخماسيات. العالمة كرت برج الحوت والعقرب. قلت لك احتمال جدا نتعامل مع برج مائي، أكون هذا الشخص برج مائي. أول شيء هذا الشخص مثل ما أنه هو مشتت جدا، من المهم أن أنت كأنما شو أقول لك تأخذه على هون، ما تكون متسرع في أن تعرض عليه حبك أو تعرض عليه أو تقبل حتى من الكوب. وإن أتاك في حياتك يعرض عليك الارتباط بسبب مثلا تشجيع أهله، تشجيع أهلك أنت أيضا، كن جدا بطيء، لأن وراء الكوب الأول وهو عرض الزواج وعرض الحب والقبول أيضا، هو عنده كوب وأنت عندك كوب، كأنما قبولك لعرضه يجب أن يكون جدا بطيء، جدا على هداوة. لأن عندنا جنب الأميرة العزباء، الأميرة العزباء تأخذ وقتها لاختيار الشريك المناسب. جدا مهم أن أنت تستميل مو فقط قلبه، تقنعه. هذا شخص محتاج الإقناع، هذا شخص محتاج يشوف فيك الصفات، الأطباع، حتى الامتيازات اللي أنت أو نقاط القوة عندك في شخصيتك، من أجل أن يقتنع لماذا يرتبط فيك أنت. الحب شيء هو يفصل، أشوف عنده فصل ما بين الحب وما بين الزواج، احتمال أنه يميل قلبه إليك، ولكن من أجل الارتباط هو محتاج أسباب أكثر، محتاج يشوف فيك المواصفات اللي هو يتمناها في شريك حياته. هذا أشوفه شخص يتمنى شخص ثاني جدا يفهمه ويتوافق فيه أو يتوافق معه في الأطباع. فالنصيحة لك تأخذ وقتك. ليش قلت لك هني تأخذ وقتك؟ من أجل قبول عرضه أو من أجل حتى شلون تطور الأمور معه؟ لازم تكون جدا بطيئة، لأن هذا الشخص محتاج أن يرى فيك إنزين أوجه التشابه بينك وبينه. فأحرص أن أنت تدرسه جيدا قبل أن تتطور معاه سريعا في العلاقة. لا تكون أبدا مع الشخص اللي يسأله متى راح نتزوج، متى راح نرتبط، متى راح متى راح متى راح. استثمر كل طاقتك وجهدك بأن تركز على تحليلك له والاستجابة للأمور اللي هو يرغب فيها. ما بقول لك يرغب فيها، الأمور اللي يطلع لها في الحياة إذا كنت فعلا تريد الارتباط بهذا الشخص. وأيضا عندنا كارت العالمة. العالمة هي الإنسان اللي ما تتخذ الكثير من الأفعال، هي الإنسان اللي تعلم ولكن تحتفظ بالعلم في داخلها. كارت برج الحوت مثل ما قلت لك كأنما هني لازم تبيت النية، لا تعلنها بشكل واضح أن أنا مثلا لا أريد قبول زواجك أو لا أريد التسرع في الزواج، أبدا. خليك في طاقة الهدوء، طاقة عدم التحدث، طاقة الغموض. أنت محتاج أيضا بعض الغموض مع هذا الشخص، كأنما أيضا أنت تحتاج أن تنعزل، تسحب معاك، تنعزلون مع بعض زين. ما تخبر دائما أهلك وأهله دام إن في تدخل شنو أو ما هي خطواتك القادمة معه، عشان يكون عندكم نوع من الخصوصية، عشان هذا الشخص بما أنه قلت لك كان كأنه حاقد على كثر إلحاح أهله عليه بالارتباط، فأنت هني تحتاج أن تكون في قوقعة معه عشان يقدر يثق فيك وينفتح معك، ينفتح لك، يفتح قلبه لك. لأن في النهاية أنت ينتظرك السيف وكرت برج العقرب الموت. التغيير الشامل لحياتك وحياته راح يكون جدا كبير. ما أدري ليش أحس إن الارتباط بينكم كأنما راح يكون اجتماع لقوتين عظيمتين، يعني راح يتطلب ترى الكثير من الجهد. هاي العلاقة راح تتطلب الكثير من الجهد، الكثير من الصبر، الكثير من الصمت، الكثير من العزلة، وأيضا كثير من التخطيط قبل التنفيذ. قبل التغيير من الأميرة العازبة إلى كرت الزواج محتاج أن تخطط قبل أن تنفذ، لا تنفذ عشوائيا لمجرد أنك سمعت أنه هو مثلا يريد الزواج بك أو الارتباط. أوكي، هذه هي النصيحة. اللي بعدها راح نشوف إن شاء الله قراءة المرتبطين.
أول سؤال، كيف يراك الشريك المرتبطين ممكن يكونوا مرتبطين في خطوبة، في زواج، أو حتى علاقة صار لها وقت؟ رجل المعلق، الغصن الأول، أكبر وأفضل الأغصان، البداية الجديدة، 10 الخماسيات، كرت الزاهد، وأيضا 10 الأكواب. 10 الأكواب وعشر الخماسيات، هو يراك تكمل الجانب الناقص اللي فيه. شريكك احتمال كبير أنه يكون أيضا من الأبراج الترابية أو المائية، ولكن الزبدة هني أنه هو يعرف أو يرى نفسه ناقص، كأنما غير متزن بدونك. راح تكون عنده طاقة إما ماء إما تراب، إنزين، إما طاقة جافة إما طاقة جدا فيها الكثير من المشاعر، مغمور المشاعر. أنت تجلب التوازن لحياته. الرجل المعلق من أجل أن يعلق نفسه على الشجرة محتاج إلى التوازن، محتاج أنه يعرف، محتاج أنه أيضا يكون عنده وضوح. كأنما أنت هني دائما شريكك أشوفه شوي غامض، ممكن يكون برج الحوت، شوي غامض، أوقات يحب الانعزال، أوقات هو نفسه لا يعرف لماذا مزاجه يتقلب. الطاقة المائية هي أيضا طاقة مزاجية، يتقلب مزاجه، أوقات يكون سعيد، أوقات يكون هنا عندنا طاقة اكتئاب أيضا، الابتعاد عن الناس. ولكن تأكد أنه هو يراك أن أنت الشخص اللي دائما راح يرجع إليه، دائما الشخص اللي راح يحتاجه حتى بعد فترة الجفاف أو التقلب أو الزعل اللي بينكم. دائما الشخص اللي تكمله، توأم الروح، عندما تجتمع الأكواب الكاملة مع الخماسيات الكاملة، هني اكتمل عندنا المال، الحب، الزواج، السعادة، الاستقرار. تأكد من هذا الشيء. أنت اللي عندك الغصن الأول يا برج العذراء، أنت تجلب إلى حياته الكثير من الوضوح، الكثير الكثير من الوضوح. أنت كأنما أيضا تحفزه، هو يراك أن أنت الشخص اللي تحفزه أن يكون شخص أفضل، وإن كان حاليا مثلا شوي عنده طباع أنت ما تتقبلها. إنسان ساعات يكون بارد، يكون حار، يقترب، يبتعد، حتى بدون أسباب واضحة، ولكن في النهاية أنت تحفزه عشان يكون شخص أفضل. اللي بعده، خلنا نشوف ما هي نقاط قوتك. الساحر، تعرف شلون تتعامل معه؟ بما أنه هو متقلب ما بين طاقة التراب والماء، أنت عندك كل العناصر، عندك الخبرة اللازمة، التوازن اللازم، وتعرف شلون تتعامل معه. هنا عندك المفتاح، الغصن هو أيضا المفتاح لقلبه، لروحه، تفهمه سريعا وتعرف تتعامل معه أيضا سريعا. الكوب الأول، تعرف تهدئه وتعرف أوقات معينة أيضا تستفزه، تحفزه مثل ما قلت لك. هذه هي من نقاط قوتك، تقنعه وتخليه دائما على أعتابك. تعرف شلون نقاط قوتك، تعرف شلون تحافظ عليه وإن ابتعد وإن صار شوية غامض وانعزالي، في النهاية تحافظ عليه في حياتك، في محيطك. شاطر أنت في هذا الشيء، وأيضا تعلم دروس بما يختص التخلي عن الأمور اللي ما عادت تخدمنا في الحياة. أوكي، كأنما أنت هني أشوفك ماخذ طاقة المدرس، المعلم، المرشد لهذا الشخص، ترشده لما يكون انعزالي، تسمح له بأن مثلا يأخذ وقته الخاص، ولكن في النهاية تحوم حوله بحيث أنه يرجع لك، ما ينساك. أوكي، شاطر بأن تخرج أيضا من المآزق. هذا الشخص يدخل نفسه في مآزق بسبب، أشوف هني عندك كثير من طاقة الماء، يستثمر في الأشخاص الغلط، في العلاقات الغلط، يعطي الناس أكثر مما يجب أن يعطيهم، ممكن يكون جدا كريم أو جدا معطاء. فأنت هني كأنما تحافظ على التوازن، تعرف شلون، تعرف أسرار قلبه ومفتاح إلى قلبه، وتعرف شلون تتعامل معه. خلنا نشوف ماذا تفعل لك لتطور العلاقة. خمس السيوف، عينك على الهدف الكبير لعلاقتكم، لا تخلي الأشخاص أو الانفعالات، انفعالاتك وانفعالاته تؤثر. ملك الأرض، لا تلومه أبدا، لا تلومه،
خليك دائما في طاقة المتقبل. شوف ملك الأرض فوق الكوب، فوق الغصن، دائما أنت الشخص اللي تبادر، اللي متقبل، اللي كأنما ما تزعل، ما تعاتب، ما تذكر أيضا بأخطاء وفشلة. بما أنك أنت هني المدرس، أنت محتاج تشجع. إنزين، تسمح له أيضا أن يأخذ وقته الخاص من أجل نفسه، من أجل احتمال السفر. قوم بأشياء الخاصة، هواياته الخاصة. جدا هتشوف هذا الشخص يحب أوقات أن ينعزل بنفسه مع الأصدقاء أو حتى يختلي. كرت العاشقين، تعرف شلون تسحبه بحب، تتكلم هني لغة الحب. ليش الزاهد يرجع؟ الزاهد يبحث عن النجمة. عندما يأتي هذا الشخص إلى حياتك، يرجع أو يرجع إلى البيت، لما تتكلم أنت هني معاه لغة الحب، تتكلم من القلب، تتكلم من مراعاة وبحنان، هني أنت تملكه وملكته فعلا، وملك الأكواب. أنت تساعده أيضا على أن ينضج، تشجعه. دائما انضج، دائما توعي أنه في أشخاص يدخلون حياتنا، إذا إحنا سمحنا لهم راح يستغلوننا. كأنما هني هذا الشخص دائما في أشخاص يدخلون حياته، إما يكركبونها شريكك أو إما يستغلونها. لازم تظل توعي أو توعي، بس ولكن مو بطاقة الحنة أو الإلحاح، بالطاقة الهادئة، بطاقة الحب، بطاقة اللي تنتظر الوقت المناسب، اللحظة المؤاتية اللي هو يخرج من انعزاله، يكون مقبل عليك، منفتح، منفتح للتحدث، للجلوس معك، لتقبل كلامك. أنت هني تتكلم، تخبره ما في قلبك، تخبره أنه مثلا أنا أشوف أن الأشخاص المعينين مثلا كذا كذا يسوون فيك، ما يحترمونك، يستغلونك، يأخذون أكثر من حقهم معك. أوكي عزيز.